يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد أيها الإخوة، انتظرونا في شهر رمضان المبارك مع برنامج متميز متفرد نتحدث فيه في كل يوم عن صحابي ونجم من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمطلوب منكم أن تعرفوا من هو هذا الصحابي الذي تحدثنا عنه، حيث ننتظر مشاركتكم وإجاباتكم الصحيحة حصرا على قناة اليوتيوب قناة نور شو إن شاء الله سبحانه وتعالى. ننتظركم بكل الحب والود، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.